بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 65 من دروس أسماء الله الحسنى. والاسم اليوم هو اسم الغني والمغني. الغني والمغني اسمان من أسماء الله الحسنى، إلا أن أكثر الذين بحثوا في هذين الاسمين بحثوا فيهما معا وذكروهما معا، فكان الجمع بينهما من تقليد العلماء الذين درسوا أسماء الله الحسنى. لذلك الاسم اليوم الغني والمغني، والأصح أن نقول الاسمان اليوم الغني والمغني. الغنى كما تعلمون ضد الفقر، والغنى له معان عديدة، أحدها عدم الحاجة، عدم الحاجة إطلاقا، وليس ذلك إلا لله تعالى. الله وحده وحده الذي لا يحتاج إلى أحد، بل إن الله وحده يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الله وحده لا يحتاج أحدا، إذن غني، غني عن خلقه. آمنوا، كفروا، أحسنوا، أساءوا، قدروا، لم يقدروا، عرفوا، جهلوا، جحدوا، ألحدوا، غني عن خلقه. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم. شأن المخلوق أنه يحتاج ربه في كل شيء. شأن العبد أنه يحتاج ربه في كل شيء. وشأن الرب أنه لا يحتاج أحدا. لذلك أيها الإخوة، كتطبيق سريع لهذا الاسم، كلما استغنيت عن الناس شعرت براحة نفسية، كلما استغنيت عما في أيدي الناس أحبك الناس، كلما استغنيت عن أموالهم وعن عطاءاتهم وعن ما يخصونك به شعرت بكرامة. دققوا في هذه الأقوال الثلاثة: احتج إلى الرجل تكن أسيره، أحسن إليه تكن أميره، استغني عنه تكن نظيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره، احتج إليه تكن أسيره. لذلك من بعض الأدعية اللطيفة: اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ودلنا بك عليك. الغني لا يحتاج أحدا، وهذه ليست إلا لله. أما العبد يحتاج، إلا أنه إذا احتاج إلى ربه بقي عزيزا، أما إذا احتاج إلى عبيده كان ذليلا لهم. الإمام الحسن البصري من كبار التابعين، وله هيبة لا توصف، وله مكانة عالية. سئل مرة: لمن انت هذا المقام؟
قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. أما إذا الإنسان تعلم العلم الشرعي ثم احتاج إلى دنيا الناس واستغنوا عن علمه، يا لطيف، والله هذا منتهى الذل، أن يستغني الناس عن علمك وأن تحتاج إلى دنياهم. لكن الإمام الحسن البصري نال هذا المقام الرفيع باستغنائه عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه. والحقيقة اسم الغني، المؤمن إذا أقبل على الله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئا، يشعر أنه غني عن المطامع. الطمع أذل رقاب الرجال، غني عن ما في أيدي الناس، لا يشتهي ما لا يجد. لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني، كان لا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. الله غني لا يحتاج إلى خلقه. المؤمن باتصاله بالله عز وجل يشتق من هذا الاسم شيئا، يصبح غنيا عن الناس، لا ينظر إلى ما عندهم. أيام الإنسان يدخل لبيت تلاقي كم ثمن هذه السرية، من أين اشتريت هذه، كيف حصلت هذه، تشعر بضعفه، تشعر بدنوه. أما في إنسان لا يأبه لكل هذه المظاهر، أحيانا يركب مركبة فخمة إلا ما يسأل عن ميزاتها، عن سرعتها، عن مصروفها، عن ثمنها، كيف طوبتها، يا ترى أجرى ملك سياحي، شو وضعها، يبدو أنه نفسه تاقت لها. المؤمن المتصل بالله يستغني، يشعر بغنى. دخلوا على سيدنا أبو عبيد الجراح وكان قائد الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، رأوا في غرفته قدر ماء مغطى برغيف خبز وجلد يجلس عليه وسيف معلق في الحجرة. قيل له يا أبا عبيدة ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس، ارغب بما عند الله يحبك الله. الله بالعكس، إن أحببت ما عنده أحبك، وإن زهدت بما في أيدي الناس أحبك الناس. فالغني هو الله الذي لا يحتاج أحدا، وجود ذاتي. أما الإنسان يحتاج، لكن بين أن يحتاج الله عز وجل، يحتاج ما عنده، وبين أن يحتاج إلى خلقه. إذا احتاج ما عنده على، إن احتاج إلى خلقه دنا. احتاج إلى الرجل تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. بالمناسبة إخواننا، أدق ما في الموضوع حديث صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا تنسوا أن خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هماً. إذا عندك آلة بسيطة تصليحها سهل، إذا كان فيها كمبيوتر وتعطلت وما في من يصلح لك إياها يأتيك الهم. كل ما كان الآلة معقدة أكثر تصليحها أصعب وهمها أكبر. هي قاعدة، خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. يقول الله عن ذاته: إن الله لهو الغني الحميد. أما لهو الغني الحميد لها معنى دقيق. أيام الإنسان يستغني عن الناس لأنه مستغن عنهم، يترفع عنهم، يستعلي عليهم، أحياناً يحتقرهم، يؤذيهم بقوله،
لكن الله جل جلاله مع أنه غني عن خلقه لكن كماله مطلق. أيام تلاقي غني بعيد عن الله، كبر، غطرسة، استعلاء، تأفف. أيام تلاقي غني على حجم المال الكبير متواضع قريب منك. العظمة أن تكون مستغنيا عن الناس وأنت معه، تصغي إلى حديثهم، تتعاطف مع مشكلاتهم، يعنيك ما يعنيهم، يؤلمك ما يؤلمهم، ترجو لهم ما ترجو لنفسك. هذه صفة عالية جدا. الأنبياء كانوا مع الخلق، يمشون في الأسواق، يعيشون معهم. لذلك قالوا هناك برج عاجي فكري وهناك برج عاجي أخلاقي. البرج العاجي مذموم، فلان عايش ببرج عاجي، بيقول لك ما له واقعي، بعيد عن هموم الناس. إذا ابتعدت عن هموم الناس وعن حياتهم اليومية وعن مآسيهم وعن آلامهم وعن طموحاتهم فأنت في برج عاجي فكري، أنت عايش بأحلام. أما إذا ابتعدت عن سقطاتهم وانحرافاتهم ومعاصيهم فأنت في برج عاجي أخلاقي. فالمؤمن ينأى بأخلاقه عن سقطات مجتمعه، أما بفكره يعيش معهم، يألم لألمهم. سيدنا عمر جاءته هدية من أذربيجان، قال له ما هذه لرسول أذربيجان؟ قال له هدية، طعام أهداها إليك عاملك على أذربيجان. ففتح العلبة، طعام نفيس جدا. سأل رسول عامله على أذربيجان هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال لا، هذا طعام الخاصة. أخرجها من فمه وقال قل لصاحبك كيف يعنيك أمر المسلمين إن لم تأكل مما يأكلون؟ كيف؟ حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. خذ هذه الهدية ووزعها على فقراء المسلمين في المسجد النبوي ولم يأكل منها. حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين. سيدنا عمر حينما كان هناك عام مجاعة في المدينة ترك اللحم 4 أشهر، فقرقر بطنه فخاطبه قال قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. المعنى الأول أن الله هو الغني، أي هو الذي لا يحتاج أحدا. شأن الخالق أنه غني عن خلقه، وشأن المخلوقات أنهم مفتقرون إلى ربهم. لذلك قالوا الرب رب والعبد عبد. شأنك يا رب أنك غني عنا، وشأننا أننا مفتقرون إليك. لكن أيها الإخوة، ما أحلى وما أجمل وما أكرم أن تفتقر إلى الله، وما أصعب وما أقسى أن تفتقر إلى عبد لئيم. سيدنا علي كرم الله وجهه سئل ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. سيدنا علي يقول والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، مستحيل. وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، أيضا مستحيل. ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم بوفاء دين. أيها الإخوة، المؤمن غني بالله. في عبارة بالفقه تعجبني، يجوز أن تعطي طفلا صغيرا زكاة مالك وله أب غني؟ قد يقول القائل ما معه مال، ما معه ولا قرش في جيبته. يجيب الفقهاء عن هذه المسألة،
الطفل الصغير الفقير غني بغنى أبيه، ما دام أبوه غني هو غني، غني بأبيه. لو سحبنا هذه القاعدة على موضوع درسنا، المؤمن فقير لكنه غني بالله، غني بربه. لذلك إنسان أحياناً يطمئن بلك أنا معي 5 كيلو ذهب، كل كيلو حقه 500,000، في معي عملة صعبة، معي كذا. القول الرائع: كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أيام إنسان معتمد على توفيق الله، على حفظ الله، متوكل على الله، يثق بما عند الله، هذا أغنى ممن يملك ملايين مملينة داخلا وخارجا، جامدا وسائلا، هذا أغنى. المعنى الثاني من معاني الغني قال: قلة الحاجات، ألا تحتاج أحدا. هذا المعنى الأول، هذا ليس إلا لله، ليس إلا الله غني لا يحتاج أحدا. المعنى الثاني قال: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. يعني واحد محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، إلى مسكن، إلى ثياب، إلى أواني، إلى سرير، إلى الإنسان يحتاج إلى آلاف مؤلفة من الحاجات. مثلا لو اشترى بيت، بيت ملكه مفروش، عنده مركبة فرضا، له محل تجاري مورد رزق، في عنده بيت بالمصيف، عنده ألبسة كثيرة جدا، هذا بالمعنى الثاني غني، يعني بيته ملكه، البيت مفروش، في عنده وقود، في عنده أجهزة، في عنده مركبة، في عنده طعام، في عنده مال سائل. لكن هذا بيحتاج أيام لطبيب، بيحتاج إلى مثلا معلم لابنه، ابنه ضعيف الرياضيات، بيحتاج إلى معلم، بس حاجاته قليلة، أما أكثر الحاجات عنده موجودة. فالمعنى الثاني للغني قالوا: قلة الحاجات، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. أغناك، يعني إذا الله أغنى رسول الله لم يعد النبي الكريم محتاجا إلى الله، لا، الحاجة إلى الله ثابتة ودائمة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى بشق آخر، قال: إن الغنى غنى النفس. أيام الإنسان عنده نفس عظيمة تبتغي أن تصل إلى الله، أمور الدنيا ثانوية عندها، مستغني عن دنيا الناس لكنه مفتقر إلى فضل الله. هذا شأن الصديقين المؤمنين الكبار، مستغن عن دنيا الناس مفتقر إلى فضل الله. الغنى غنى النفس. أحياناً بتلاقي شخص نفسه عفيفة، بتقول له: بيلزمك حاجة من مكان فلان؟ لا شكراً، ما بيطلب. في شخص: وين رايح؟ وين مسافر؟ جيب لي كذا، جيب لي كذا، جيب لي كذا، بيبحث، ما بيخلي إنسان ما بيصخره، لك هذا الحاجة هون رخيصة جيب لنا إياها. في إنسان ما بيطلب شيء، كل ما قلت طلباتك ارتقى مقامك. حتى النبي الكريم قال: يعني أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فالغنى غنى النفس. أيام الإنسان يستغني بالله، ما يحتاج لشيء، ما دام في طعام يأكله، شراب يشربه، لباس يستره، بيت يؤوي، انتهى الأمر. الثالث، المعنى الثالث، الغني الذي عنده الشيء الكثير من متاع الدنيا، بيتين ثلاثة في عنده، سيارتين ثلاثة،
100 بدلة بيقول لك كله أجنبي، 300 حذاء كله للدرجة الأولى. قال لي حقه 8000، قلت له الفرد 2، قال لا، قال لي طبعا 2. اللي عنده مقتنيات كثيرة، معنى ثالث غني. فأول نوع من الغنى ألا تحتاج إلى أحد، من الله وحده، شأن الله أنه لا يحتاج أحدا، شأن العبد أنه يحتاج. إن احتاج الله عز وجل على، وإن احتاج إلى خلقه بنى. المعنى الثاني قلة الحاجات، عنده كل شيء، حاجاته قليلة، لكنه يحتاج لطبيب أسنان ومعه ملايين، يحتاج لطبيب صحة، إلى أستاذ لأولاده، يحتاج إلى مثلا صاحب مهنة في عنده خلل بالبيت، في عنده حاجات. المعنى الثالث أن تكسر مقتنياتك، هذا الغنى بالمعنى الثالث. أشير لهذا المعنى بقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. اليهود حينما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا. هذه معاني الغنى في اللغة، المعنى الأول والثاني والثالث. الإمام الغزالي يرى أنه من معاني الغنى هو الذي لا تعلق له في ذاته، يعني ذاته لا تتعلق بشيء. أنت متعلق بالحرارة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، متعلق بالبرودة، إذا في برد شديد بحاجة إلى معطف، إذا في حر شديد بحاجة إلى مكيف، إذا كان في جوع بحاجة إلى طعام، في عطش بحاجة إلى ماء، بلا مأوى بحاجة إلى بيت، بحاجة إلى سرير، أنت بحاجة إلى أن تنام. هلأ بتلاقي يوم سيارة حقق ملايين قلبة، سبب نام السائق، نوم سلطان، حاجته للنوم أودت به في هذا الحادث. أنت محتاج للنوم، محتاج للطعام، للشراب، لجو مريح، إلى ثياب، إلى هواء، إلى مأوى، محتاج إلى زوجة. يا من إنسان تعود على زوجته، أكل، لبس، طعام مطبوخ، وهي تؤنسه أحيانا. إذا كان سافرت أو مرضت بيقول لك حياتي تغيرت. أنت مفتقر إلى زوجة كمان، مفتقر إلى طفل، لك الطفل ملأ البيت بهجة. أيام ما في إنجاب تلاقي البيت مثل قبر بصير. الأطفال على أنه لهم ضجيج ولهم لعب ولهم مطالب ولهم، لكن يملؤون البيت فرحة. شو بدي كم حاجة لك؟ بدك زوجة، بدك ولد، بدك تشرب، بدك تأكل، بدك تنام، بدك ثياب، بدك شيء حلو. ما في شيء نأكله بعد الأكل، سوي لنا كاسة شاي. تحتاج إلى شيء حلو تشربه، تحتاج أيام إلى فاكهة، إذا كان بدون فاكهة شهر تحس بحاجة لفاكهة أساسية. فأنت محتاج لمليون حاجة. أما الغني الحقيقي ذاته لا تتعلق بشيء، أنت مربوط بمليون رابط. مثلا معك كمية ذهب، ترى الغلي رخيص، عم تتبع الأسعار. اشتريت بضاعة، ترى في بالسوق منافس، أسعار البضاعة بحاجة إلى أن تربح. يوميا في عندك آلاف الحاجات، لكن الغني الحقيقي هو الذي لا يتعلق بشيء أبدا، ذلك هو الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا،
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. وقيل من تعلق بغيره فهو محتاج إليه، من تعلق بغيره فهو محتاج إليه. وقيل الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء وهو المستغني عن كل شيء، المفتقر إليه كل شيء، هذا الغني لا يحتاج إلى شيء، مستغني عن كل شيء، يفتقر إليه كل شيء. وقيل الغني هو الغني بذاته عن العالمين، المتعالي عن جميع الخلائق في كل زمن وحين، الغني عن العباد، المتفضل على الكل بمحض الوداد، هذا هو الغني. ورد اسم الغني في القرآن الكريم في مواطن كثيرة. في البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني الله عز وجل غني عن صدقة يتبعها أذى، هذه الصدقة لك ليست لله، أمرك أن تدفعها من أجل أن تقبل عليه، فإن أتبعتها بالمن والأذى لا قيمة لها، هو غني عنك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أيضا غني عن صدقة تكرهها، أكلة عافتها نفسك تصدقت بها، هذه الصدقة الله غني عنها، أمرك أن تعطي مما تحب من أجل أن تقبل عليه، من أجل أن ترقى عنده، فإن فعلت ما لا تحب فهو غني عن هذه الصدقة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، من لم يحج البيت فإن الله غني عن العالمين، بتحج أهلا وسهلا، ما بتحج لا تحج، حرمت نفسك الخير. المعاني دقيقة، كل آية لها معنى. وربك الغني ذو الرحمة، شوف أول وحدة غني حميد، مع أنه غني عنك لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. هنا وربك الغني ذو الرحمة، مع أنه غني عنك يرحمك، هذا الكمال. وفي يونس: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الإنسان بيتمنى ولد، يقول لك بس أكبر بعيني، سنة الله في خلقه. الإنسان شاب بتلاقي يمشي عشرة عشرة على الدرج، بعد فترة معينة درجة درجة، بعدين درجة يحط رجله على الدرجة بينقل الثانية بيرتاح له دقيقتين، بعدين ما في يطلع بيغير بيته بياخذ طابق أرضه. فالله عز وجل غني، أما الإنسان مفتقر. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. نحن بحاجة إلى أولاد، أولاً لأن الإنسان فاني، الإنسان بابنه يشعر أنه ممتد أثره بالابن، الإنسان بابنه بعوض نقصه، إذا كان ما درس حريص على أنه ابنه يدرس، إذا ما تاجر بلك ما بدي خليه موظف ابني، إذا كان الأب ما تعلم لغة لك بدي أعلم ابني اللغة. الإنسان أيام يحقق نقصه بابنه ويحقق فيه امتداده، هو فاني، لك هذا من أثري، يخلفني، ذكر لي بعد أن أموت. فالإنسان بحاجة إلى ولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، ليس بحاجة إلى ولد. وفي سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يا أخي أنا صليت رمضان التراويح كلها، إلك دفعت نصف مالي صدقة، إلك عملت ختمة قرآن، إلك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. شوف، غني حميد في علاقة، مع أنه غني عنك هو كامل، لا يعاملك معاملة إلا تحمده عليها. أيام إنسان يكون مو لازم أحد، يطرق بابه ويستقبل ويرحب ويضيف ويصغي ويتواضع ويخدم، أنت ما لك بحاجته، هذا من كماله. وفي سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم فقراء والله هو الغني. إخواننا الكرام، لعلي أقدم لكم هذه الحقيقة: الله هو الغني وأنت فقير، فقير حقيقة متواضعا، فقير حقيقة. يعني إذا واحد معه 100 مليون ونقطة دم تجمدت في شرايين مخه فشل عن الحركة، شو يساوي؟ هي ملك بيصير معه، تفضل تحرك امشي. مرة رجل درس بفرنسا، معه دكتوراه بالعلوم، وصل إلى منصب رفيع جدا، وزواج وبيت وسيارات وحفلات وسهرات وطلاقة لسان وجمال وأناقة، فقد بصره في ريعان شبابه. هالبريد إلى البيت يحكوا له إنه هي المعاملة سيدي هيك، اللي اكتب مع الموافقة وقع. شهر بس بعدين مو معقول استمر، وعفي من منصبه. زاره صديق إلي، قال له: يا فلان، والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأن أتسول، ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي، وأن يرد لي بصري. والله كلمته بالحرف الواحد، قال له: والله أتمنى أن أجلس على رصيف أتسول، ولا أملك من الدنيا إلا معطفا على كتفي، وأن يرد لي بصري أن أرى. أنت مفتقر إلى عين، أنت غني، أنت مفتقر إلى سمع، مفتقر إلى توازن، مفتقر إلى كليتين تعملان. عم يغسل كليته، قالت له الممرضة على رأسه: لا تشرب مي هالجمعة، الجهاز معطل. قليل ما تشرب مي، إنه الجهاز معطل، ما فينا نغسل لك تاني جمعة، عندك كلية تعمل بصمت، لا بدها دور ولا بدها أجرة ولا لا ضجيج ولا بدها تسقيب شرايين، وكل أسبوع مرتين، أبدا مرتين بدها، اثنين وخميس تتم مستمر. أنت غني، أنت مفتقر لكلية. الغدة النخامية نصف غرام وزنها، تفرز 12 هرمون، أحد الهرمونات يحقق توازن السوائل، يعني بالنهار تأخذ 5 كاسات 6 كاسات تخرجون. لو اختلت هالغدة هي تحتاج لأربع تنكات مي تشربون وتطالحون، بدك تقعد جنب الصنبور والمرحاض ما في. شو عم تشتغل؟ والله أنا عم بشرب
ما لي شغلة ثانية. نص غرام إذا اختل أحد هرموناته، أنت غني أنت؟ قال لي أخ زاره طبيب، قال لي قاعد عندي بالغرفة، قام على المفتاح الكهرباء كبسه طفت تريه. قال له هكذا الإنسان، كبسة زر ينتهي. أنت وأموالك ومكانتك وصلاحياتك كبسة زر، سكتة دماغية انتهى. وينه؟ وين بيته الفخم؟ وين مركبته الفخمة؟ وين منصبه الرفيع؟ وين مكتبه التجاري؟ وين وجوده الصارخ بالمجتمع؟ أنت غني أنت؟ أنت فقير؟ أنت فقير إلى شرايين مرينة، لو صلى بيت انتهى الإنسان بيموت. فقير إلى شرايين مفتوحة، لو تسكرت إلى خمس شرايين مسدودة، عملية قلب مفتوح. أنت غني أنت؟ أنت مفتقر إلى أي شيء؟ قال لي شخص، قال لي فجأة الصورة هزت أمامي 20 سنتي تقريبا هيك، كل شيء أمامي، وفقدت التوازن الحركي، لا بد من إنسان يمشيني، فقدت التوازن والتوافق الحركي، ما في يمسك كاسة تجي إيده هون هون. راح لفرنسا قعد 6 أشهر ما في أمل، صورة مهتزة، توافق حركي، فقد توازن. أنت غني؟ مليون قضية أنت بحاجة إلها. إذا واحد له خبرة بالطب، التحاليل لك أسيد أوريك مرتفع، كوليسترول زايد، شحوم ثلاثية زايدة، المفاصل نشفانة، الغضاريف مهترئة، وين غني؟ فقير الإنسان. فكل ما عرف ضعفه بصير متواضع، يعني هو الحقيقة الإنسان غني بس عم يتواضع، لا لا، هو فقير فعلا. الله غني وأنت فقير، إن اعترفت بفقرك أصبحت غنيا، أغناك الله، أمدك بقوة، أمدك بحيوية، أعطاك عافية، أعطاك ذاكرة. والله أخ توفي الله يرحمه، قال لي ابنه أحد الأيام طلع من معمله، وين بيتنا؟ ضاع البيت. ساعة وين بيتي؟ صار معه مرض اسمه فقد ذاكرة جزئي، مو كلها بس عنوان بيته فقده. ساعة معمله بالأدم، بيته بخرشيد، ساعة يدور بيت ابنه مذكره، دع على ابنه، بابا وين بيتي أنا؟ دلني على بيت. في قريبة بأعلى درجات الذكاء فجأة فقدت الوعي، ابنها فات لعنده، مين أنت أخي؟ مين أنت؟ شو بدك فيني؟ ابنها أقرب الناس، أنت غني مفتقر، الله هو الغني وأنت الفقير، إن عرفت فقرك أغناك الله، إن ادعيت الغنى أفقرك الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ومن يتولى فإن الله هو الغني. أحيانا والعياذ بالله بيكون إنسان ضعيف التفكير، يعني يحضر دروس علم، يلتقي مع أخوان، ينسر، يتغير حياته كلها، يصلي، يقرأ قرآن، يستقيم، يغض بصره، يدقق بدخله، بإنفاقه، يعيش بجنة، بيجي إنسان بيسأله بده ينتقم، بيقوم بيترك دروس كلها، بيترك الصلاة، وين عقلك أنت؟ إذا إنسان أساء لك من الجامع، جامع مفتوح للكل، الجامع إحنا ما عندنا اصطفاء، باب مفتوح لي محل يتفضل. إذا واحد أساء لك، الله ما له علاقة، بده ينتقم، ترك الصلاة وترك الدروس وانحرف حتى إنه في واحد أساء لي،
هل أدعى لك؟ إذا كنت طالب كلية الطب أنت ومعلق آمال كبيرة على الكلية هي، وطالب أساء لك، تطلع من الكلية تهجرها؟ كل مستقبلك بها الكلية، حصير طبيب تفتح عيادة ويجيك المرضى وتأخذ ألوف مؤلفة. إذا كان طالب أساء لك، لو أساء لك أستاذ ما تترك، لو أساء لك عميل الكلية ما تترك. هذا الإنسان المؤمن. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، هذا هو الغني. أما المغني قال هو الذي يغني من يشاء أن يغنيه، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. تلاقي شخص شعلة ذكاء ما معه مال، وإنسان على بساطته وعلى فطريته، فطري تلاقي رزقه وفير، الله هو الرزاق هو الغني. فمعنى مغني أنه يغني من يشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. المغني هو الذي يعطي الغنى لعباده، إما أن يعطيهم الكفاية يعني أغناهم عن السؤال، أو يغني بعض عباده عن بعض. الحقيقة أن الحوائج هي لله، لا تكون إلا لله. فلما ربنا عز وجل يهبها لك من خلال رزق تملكه أعزك، أما إذا جعلك تحتاج لإنسان أذلك. لذلك الدعاء اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. ربنا سبحانه وتعالى مغني بمعنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاك قدمين تمشي بهما، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك حركة، أعطاك يد، مفاصل، أصابع، رسغ، مرفق، كتف، أعطاك جهاز هضم، جهاز أمعاء، جهاز دوران، جهاز إفراز، أعطاك هيكل عظمي، أعطى كل شيء خلقه، أعطاه ما يصلحه، أعطاك إدراك، أعطاك ذاكرة، ثم هدى. والمغني هو الذي أفاض الغنى على عباده وسهل لهم المراد. وما من غنى في الوجود إلا وهو من جناب الحق ممدود. الغنى الحقيقي من الله عز وجل، وهو المغني لأوليائه من كنوز أنواره. الآن في غنى من نوع ثاني، أغناك بالعلم. أطلعني أخ على مجلة فرنسية في مقاطعة بالهند يعبدون، صوروا البقر، لا الجرذان، عندي صورة معبدهم، معبد ضخم 200-300 جرز، الحليب، اللبن، البرغل، القمح، يأكلون مع الجرذان في طبق واحد. امرأة وضعت على رأسها خمار والجرذان على كتفها وعلى رأسها، يعبدونهم كآلهة. تحقيق بحث علمي موثق. ممكن؟ ممكن. أنت عرفت بذاته، تعبد الله، تعبد خالق الكون، تعبد خالق السماوات والأرض. هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد الموج. والله سبحانه وتعالى كرمنا وأغنانا، يعني أغناك عن هذه الخرافات وعن هذه السخافات وعن هذه الترهات. يعني إما أن يغنيك بالدنيا، وإما أن يغنيك بمعرفته، يغنيك بتقريبك إليه، يغنيك بإلقاء النور في قلبك، يغنيك بأن يعطيك رؤية صحيحة، حكمة بالغة، سداداً في الأقوال، صواباً في الأفعال.
هذا هو الغنى الحقيقة. إذا كان أردنا أن نصل لملخص الدرس، المغني هو الذي أغنى عبده بمعرفته. أنت غني بمعرفة الله، أغناه بمنهجه، معك منهج صحيح 100% صحيح، ما في عندك مفاجأة، أغناه بالقرب منه، أغناه بإلقاء النور في قلبه، أعطاه رؤية صحيحة، حكمة بليغة. اسم المغني لم يرد بلفظه في القرآن الكريم، ولكن ورد في سورة التوبة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الآن الله مغني، غني ويعطي الغنى لمن يشاء، لكن صدقوني أيها الإخوة، الغنى الحقيقي أن تعرفه. سيدنا ربيعة خدم النبي أياما عديدة، قال له: يا ربيعة سلني حاجتك. قال له: أنظرني. بعد أيام قال له: ماذا يا ربيعة؟ قال: إني أسألك أن أكون رفيقك في الجنة. قال له: من علمك هذا؟ قال له: والله ما أحد علمني، لكن رأيت الدنيا فانية، ما قيمة الدنيا، أنا أريد شيء في الجنة ثابت، أن أكون معك في الجنة. فلذلك الغنى الحقيقي أن تصل إليه، أن تعرفه، أن تقبل عليه، أن تلوذ بحماه، أن يكون قلبك مهبطاً لتجلياته، بطبعك، بكرمك، بوفقك، بقربك منه، بسعدك. وفي سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إخواننا المتزوجين، الزواج مو شيء سهل. اللي عنده بيت ما بيهم، أي بيت، وبالبيت في زوجة، له زوجة، في طبخ، يعني ثياب نظيفة، في ابن بالبيت، الله أغناك بهذه الزوجة، يعني جعلها ستراً لك، لا تقسو عليها كثيراً، لا تقرعها، هي هدية الله إليك، لا تكفر بنعمة الله، الزواج نعمة. هناك من يضايق زوجته حتى يجعلها تترك البيت، لا. هذه نعمة الله. وأيام زوجة عند زوج، متزوجة وعند زوج وعند أولاد، تعمل أعمال إلى أن تطلق، هذه كفرت نعمة الزواج، كفرت نعمة الزواج. حتى يغنيهم الله من فضله، يعني يغنيك بالمال، تأخذ شهادة بعينك، لك معاش آخر الشهر، ما بتمد إيدك لأحد، تتقن مهنة، عليك طلب، عندك غلة، تشتري أكل، تشرب، تأكل، أغناك بالمال، أيام أغناك بالعلم، أغناك بالصحة، الأجهزة كلها سليمة، أغناك بزوجة، أغناك ببيت، نعم، حتى يغنيهم الله من فضله. وفي النجم: وأنه هو أغنى وأقنى، أعطى. وفي الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، كل المغني. قال الإمام القشيري: إغناء الله لعباده على قسمين، منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، إلا الله نفضل ربحنا عامودين، يعني مليونين، بضع يده على جبينه. قال: منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام، ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال وهم الخواص. وهو الغنى الحقيقي قريب من الله، عنده علم، عنده حكمة، عنده شفافية. النبي عليه الصلاة والسلام خطب على نخلة، قطعت له نخلة فخطب عليها، فلما صنعوا له منبرا قال: خطب على المنبر فحنت النخلة إليه، وضع يده عليها إكراما لها. قال: أعرف حجرا بمكة
كان يسلم علي، دخل إلى بستان رأى جملا، فلما رآه الجمل حن، قال من صاحب هذا الجمل؟ جاء فتى أنصاري قال أنا. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أيام الله عز وجل يعطيك شفافية، تتفاعل مع المخلوقات، تتناغم مع الكون، تتذوق الجمال، جمال الفجر، جمال الشجر، جمال البحر، تتذوق الجمال، هذا غنى. أيام عندك نفس واسعة، عندك قلب كبير، عندك نفس صافية، عندك رضا، عندك حلم، عندك توازن، هذا غنى. هذا في شخص صحيح مقتنياته سمينة، بيته فخم، بس إذا غضب مثل وحش، وحش تلاقي. هذا فقير، هذا أحمق أرعن. الحلم غنى، الحكمة غنى، معرفة الله غنى، طاعتك لله غنى، أن تصلي الصلوات الخمس غنى، أن تصوم رمضان غنى. العوام يغنيهم الله بتنمية الأموال، والخواص بتصفية الأحوال. قال من أدب المؤمن مع المغني أن من عرف أن الله تعالى هو الغني المغني استغنى بالاعتماد عليه عن كل شيء. ألك حاجة؟ سيدنا جبريل لسيدنا إبراهيم قال له منك؟ قال له لا، من الله. قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، وما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. من أدب المؤمن مع الله عز وجل أن تعتمد عليه وحده. قال من مسالك التخلق بالغنى والمغني أن التخلق بالغنى يناسبه إظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى أبدا، لأنه أنت في الأصل فقير، الله هو الغني، عملت إنجاز بفضل الله، نجحت، أنا إذا بذر مخي بيقول لك لا مو هيك، الله وفقني وأعاني ونجحت، أسست عمل ونجح، أنا خططت له بيقول لك، أنا جمعت خبرات متراكمة، لا مو هيك تقول، قول الله عز وجل وفقني وسمح لي أنجح في عملي، لأنه أنت بالأساس فقير. فإذا عزوت الغنى إلى ذاتك فأنت مخطئ، هذا حقيقة. إذا عزوت الفضل لله، يعني أنت الآن تأدبت مع الله الغني، أنت بالأساس فقير، وكلما افتقرت إلى الله زادك غنى، كلما تذللت إليه زادك عزا، عملية معكوسة، كلما خضعت إليه زادك رفعة. قال التخلق بالمعنى باسم الغني، قال أن تكون بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وأن تحسن السخاء والبذل لعباد الله تعالى، أن تثق بالله وأن تغني، الله غني مغني، أن تستغني بالله عمن سواه، وأن تغني من حولك، أعطي. فمن لوازم التخلق بأخلاق الله عز وجل أن تعطي، كما أن الله يغني عباده، أنت أغني من حولك، عندك معمل، عندك مشروع، إذا كان موظفين تبحبحوا واشتروا بيوت وتزوجوا، يعني غلط، يعني هذا أخذ من لحمي، لا مو هيك، إذا عندك عامل اشترى بيت وزوجته أنت، يعني غلط، لا مو غلط أبدا، إذا أغنيت من حولك أنت أغنى واحد بتكون، أنت عرفان الله عز وجل. في ناس بيحبوا يكون من حولهم غني، بيعطوا، يعني كثير في إخوان عندهم معامل، عندهم مؤسسات، عندهم، يعني إذا كان زوج هذا وأمن هذا البيت، وهذا أعطاه مساعدة على الولادة، وهذا في عنده مشكلة، عنده مرض، أجرى له عملية على حسابه، هذا صواب. هذا مثل ما الله مغني، أنت تأدب مع هذا الاسم وأغني من حولك، وأنت أغنى واحد بتكون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.